السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم دكاترة، اخباركم ايه؟ معاكم دكتورة وسام، مدرس تشريح. ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض التيبيا وناخد العملي بتاعها ونعرف بالظبط ايه الاجزاء اللي المفروض نطلع من السيشن عارفينها. اول حاجة عايزين نعرف يا جماعة التيبيا. التيبيا دي من اللونج بون، اولا هي العظمة اللي موجودة ميديالي في الليج، فهي لو جينا هنحطها ميديال ولا لاترال في الليج، هنحطها ميديال، هي العظمة الميديال. العظمة التانية اللاترال في الليج بتبقى اسمها الفيبولا، ودي بتبقى رفيعة واطول من التيبيا. تمام، هنبتدي ناخد اول حاجة التيبيا. هي واحدة من اللونج بون. ليه؟ لان هي ليها ابر اند وليها لور اند وليها شافت ان بتوين. تمام، طيب عايزين اول حاجه نعرفها في التيبيا هي رايت ولا ليفت. بعرفها رايت ولا ليفت ازاي؟ اول حاجه عندنا هلاقي الابر اند بتاعتنا اكبر بكتير من اللور اند. اللور اند بتبقى صغيره والابر اند بتبقى كبيره. تمام، بالنسبة عندي لي مين ميديال ومين لاترال، بعرف ميديال بحاجة استراكشر كده من تحت في اللور اند اسمه الميديال ماليروس. الميديال ماليروس ده بيبقى بروجيكشن نازل عن العظمة لتحت، بروجيكتنج داون وورد، بسميه الميديال ماليروس. ده بيكون ميديالي وده اللي بيعرفني ميديال من لاترال. وبعد كده يا جماعة عندي استراكشر مهم جدا من قدام اسمه تيبيال تيوبروزيتي، ودوت الموس انتيرو، دايما بيبقى موجود انتيرو، اكتر حتة بارزة في التيبيال قدام، وتبقى بقدر احسسها بكوتينسلي تحت الايه، تحت الباتيلا او تحت النيو جوينت. اسمه ايه؟ تيبيال تيوبروستي، وده بيكون قدام، يعني الابر من اللور. بعرفه ان الابر اند بتبقى لارجر عن اللور اند، وبيبقى عباره عن اتنين كوندايل. اللور بتبقى حته صغيره قدام، من ورا بعرفها بالتيبيال تيوبروستي. ميديال من لاترا بعرفها بالايه؟ بالميديال ماليروس. بكده اقدر اعرف الاتجاهات بتاعتي. فانا لو كده حددت، يبقى ديت الابر ودوت انتيريور وديت الميديال، اللي بقدر احط ديت يا جماعه في الناحيه الايه؟ في الناحيه اليمين. تمام، يبقى ديت تعتبر ايه؟ يعتبر رايت ايه؟ رايت تيبيا، رايت تيبيا. تمام، نيجي بعد كده نوصف الابر اند بتاعتنا. لو جينا مسكنا الابر اند بتاعت التيبيا هتبقى عباره عن الاتي. تمام، نبص عليها الاول حاجه. الابر اند بتاعت التيبيا يا جماعه هتبقى عباره عن اتنين كوندايل، اتنين كوندايل. عندي واحده اسمها ميديال كوندايل وعندي لاترال كوندايل. ميديال كوندايل ولاترال كوندايل، لو جيت قارنت الميديال كوندايل يا جماعه باللاترال كوندايل هلاقي ان الميديال كوندايل بيكون لارجر زي اللاترال كوندايل، وكمان مور بروجيكتنج بوستيريور، راجع لورا شويه، لكن دوت بيكون طالع لقدام. يبقى ده الميديال ودوت اللاترال. طيب التو كوندايلز دول المفروض ان هم بيعملوا ارتكوليشنز مع مين؟ بيعملوا ارتكوليشنز مع الايه؟ الكوندايلز بتاعه الفيمور. تمام، ويعملوا لي النيه جوينت، ويعملوا لي النيه جوينت. طيب لو جيت بصيت الحته اللي بتعمل ارتكوليشنز يا جماعه مع الفيمور، هبص على الابر سيرفيس بتاعه الكوندايل هنا وهنا وقارنهم ببعض. نبص كده على الرسمه هنا، هلاقي اول حاجه الميديال كوندايل الابر سيرفيس بتاعته بيحتوي على فاسيت عشان تمسك في الميديال كوندايل اوف ذا فيمور. شكل الفاسيت ده بيكون اوفال ان شيب، لكن لو جيت بصيت عليه على الناحيه اللاترال هلاقي شكله سيركولار ان شيب. يبقى الناحيه الميديال بيبقى اوفال، الناحيه اللاترال اوف الفاسيت بتاعه بيبقى سيركولار ان شيب. تمام، مش بس كده، ده انا كمان بلاقي الحرف بتاعه، الحرف بتاع الفاسد دوت بيبقى عليه زي طبعه على شكل حرف سي. الطبعه دي او البرنت ده سببه ايه؟ سببه وجود كارتليج قاعد ما بين الارتكوليتنج سيرفيس. الكارتليج دوت زي ما خد كده بسميه ميديال منسكس. نفس الكلام هلاقيه بردك على الجزء على الفاسد الناحيه الثانيه، هلاقي الحرف بتاعه حرف سي دوت بردك عنده الامبرنت بتاعه الكارتليج الناحيه الثانيه اللي هو الايه؟ اللاترال منسكس. فعندي اثنين كارتليج عاملين مخدات وقاعدين على الحرف بتاعه مين؟ بتاعه الفاسد ديت يا جماعه، عشان يبقى يستحملوا الوزن بتاع الايه؟ الشخص دوت، و يعملوا سبورت زي مخده كده يا جماعه تحت الايه؟ تحت ما بين الارتكوليتنج بون. تمام، يبقى انا عندي الفاسيت هنا بيكون اوفال، هنا بيكون سيركل، علينا الامبرنت بتاعه الميديال واللاترال منسكس اللي هما التو كارتج اللي قلنا عليهم. تمام، تعالوا بقى نشوفهم على العظمه، مش عارف كده باينه ولا ايه. تمام، اهي ادي الميديال منسكس، سوري ادي الميديال كوندايل وادي اللاترال كوندايل. ادي اوفال فاسيت اللي احنا قلنا عليه، لكن هنا بيكون شكله سيركولر. الحرف بتاع او البرنت الطبعه بتاعه اللاترال الميديال منسكس، هنا الطبعه بتاعه الايه؟ الميديال منسكس زي ما احنا شايفين. طيب ما بين التو كوندايل دول يا جماعه هلاقي فيه اريا في النص مرتفع اسمها انتر كوندايلر ايمينس، انتر كوندايلر ايمينس. ده ارتفاع بيكون موجود ما بين التو فاسيتس كده، فايدته ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقه عشان يخش فين؟ يخش في الانتر كوندايلر، في الانتر كوندايلر ايه؟ نوتش بتاع الفيمر اهو يا جماعه، اهو زي ما احنا شايفينها كده في الانتر كوندايلر ايمينس، بيخش في الانتر كوندايلر نوتش بتاعت الفيمر. فبالتالي لما تيجي تتحرك ايه؟ سايد تو سايد، ما تعرفش يمنع السايد تو سايد موفمنت بتاعت الفيمر على الايه؟ على الانتيريا. يبقى دي فايده ايه يا جماعه؟ دي فايده الايه؟
الانتركوندايلر ايمينانس دوت عباره عن ميديال تيوبركل ولاترال تيوبركل. زي ما احنا شايفين ادي الميديال تيوبركل وادي اللاترال تيوبركل، فسميت ده ميديال تيوبركل اوف انتركوندايلر اريا، لاترال تيوبركل اوف انتركوندايلر اريا. دوت الاوفال فاسيت ودوت السيركولار فاسيت، وده البرنت بتاع الكارتج الاولاني اللي هو ميديال منسكس، وده البرنت بتاع الايه لاترال منسكس. ايه تاني المفروض اعرفه؟ ان انا عندي قدام الانتركوندايلر اريا المرفوعه دي الايمينانس المرفوعه ده اريا قدام واريا ورا، فسميتها انتيريور انتركوندايلر اريا لان هي لقدام، ودي سميتها بوستيرو انتركوندايلر اريا اللي ورا. تمام. طب دي فايدتها ايه الارياز دي يا جماعه؟ دي الاماكن بقى اللي بتمسك فيها الكارتليج اللي انا قلت لكم عليه والاربطه الصليبيه اللي موجوده جوه المفصل، بتمسك في الاماكن دي في الانتيرو انتركوندايلر وبوستيرو انتركوندايلر اريا. تمام. في ثلاثه بيمسكوا في المكان القداماني انتيرو انتركوندايلر اريا، وثلاثه بيمسكوا في المكان اللي ورا اللي هو بوستيرو انتركوندايلر اريا. مطلوب منك بس تعرف دي اسمها انتيرو انتركوندايلر، ودي مطلوب منها اسمها ايه بوستيرو انتركوندايلر. اللي في النص الارتفاع بسميه ايه؟ بسميه انتركوندايلر ايه ايمينانس ايمينانس، او ميديال ولاترال تيوبركل اوف انتركوندايلر ايمينانس. تمام. تمام. ايه تاني يا جماعه؟ لو انا بصيت على الباك بتاعه الميديال كوندايل هلاقي فيه جروف هنا معمول عشان عضله اسمها سيمي ميمبرونوزس، جروف فور سيمي ميمبرونوزس. تعالوا نبص عليه كده هنا اهو. ادي يا جماعه الباك بتاعه الميديال كوندايل هلاقي فيها جروف فور سيمي ميمبرونوزس. طب الناحيه الثانيه بوسترو لاترال للميديال كوندايل، سوري لاترال كوندايل، هلاقي فيه فاسيت اسمه فيبولار فاسيت. فيبولار فاسيت ده المكان اللي بتمسك فيه الفيبولا يا جماعه في التيبيا، اسمه فيبولار فاسيت. فيبولار فاسيت اهو موجود اهو على العظمه، موجود بوستيريور ولاترال، ورا مين؟ ورا اللاترال كوندايل هلاقي فيبولار فاسيت. فيبولار فاسيت. تمام. ايه تاني في الابر اند ممكن اشوفه؟ هلاقي مين قدام البروجكشن اللي قلنا عليه المور برومننت اللي هو مين؟ التيبيال تيوبروزيتي. اهو الف العظمه معايا قدام هلاقي اكتر حته بروجكتنج فورورد وسبكوتينيوس اقدر احسها اسمها ايه؟ اسمها تيبيال تيوبروزيتي، ودي اللي بيمسك فيها الباتيلر ليجمنت. باتيلر ليجمنت. تمام. يبقى كده ادي الكوندايل بتاعه التيبيا. اول حاجه بص على الابر اند، عندي اثنين كوندايل، واحد ميديال كوندايل واحد لاترال كوندايل. ده بيكون اوفال فاسيت عليه من فوق، ده بيكون سيركل فاسيت عليه من فوق. البرنت بتاعه اللاترال منسكس الميديال منسكس، البرنت بتاعه الميديال منسكس. الانتر كوندايلر ايمنس ده ميديال تيوبركل ده لاترال تيوبركل، قدامه في انتيرير وورا في بوستيرو انتر كوندايلر اريا. من ورا هلاقي الجروف فور سيمي ميمبرونوزس، وهنا هلاقي الفيبولار فاسيت عشان الاتاتشمنت بتاعه الفيبولا. وبعد كده يا جماعه هلاقي مين؟ هلاقي التيبيا التيبيال تيوبروزيتي من قدام. تمام كده. ده بالنسبه للابر اند. طيب بعد كده نمسك بقى الشافت يا جماعه ونشوف الشافت ديت. هناخد فيها ان هي فيها ثلاثه بوردر وثلاثه سيرفيسز، ثلاثه بوردر وثلاثه سيرفيس. اول بوردر هناخده بتاعنا اهو بيبتدي من عند التيبيال تيوبروزيتي وينزل داون وورد يعمل التشين اوف ذا تيبيا او القصبه بتاعت التيبيا اللي هي فيلت سبكوتينيوسلي. تمام. تمام. وبعد كده يا جماعه بيكمل تحت مع الانتيرو بوردر اوف ذا ميديال ميرابس، يبقى بيبتدي من التيبيال تيوبروستي يعمل التشين اوف ذا تيبيا وبعدين يكمل كانتيرو بوردر اوف ذا ميديال ميرابس. طيب تعالوا نشوفه على العظمه هنا اهو، بيبتدي فوق من عند التيبيال تيوبروستي وينزل داون وورد يعمل التشين اوف ذا تيبيا لغايه تحت اهو يا جماعه، ما بيكمل مع الايه؟ مع الميديال ميرابس. لغايه تحت ما بيكمل مع الميديال ميرابس اهو من التيبيال تيوبروستي. تمام. وينزل داونورد يعمل تشين اوف ذا تيبيا وبعد كده يكمل مع الايه؟ مع الانتيرو بوردر اوف ميديال مالوس. تمام. هنشرح بالعرض عشان ايه طول العظمه كله يجي. يبقى ده الانتيرو بوردر من التيبيال تيبروستي من تشين اوف ذا تيبيا وبعد كده الانتيرو بوردر اوف ايه؟ ميديال مالوس. ده كله بسميه الايه؟ الانتيرو بوردر. طب حوالين الانتيرو بوردر في تو سيرفيسز اهم يا جماعه، واحد بيكون ميديالي سميته ميديال سيرفيس لانه ناحيه الميديال مالوس اهو، ميديال سيرفيس ده كله يا جماعه بفيلت سبكوتينيوسلي بيحس تحت الجلد على طول ما عدا الابر بارت منه. هنا في ثلاث عضلات بيمسكوا فيه بيبقوا مرصوصين ورا بعض، سارتوريوس جلاسيليس سيميتندروز، بيكونوا ماسكين فوق. انت مالكش دعوه بالعضلات، انت تعرف بس ان الجزء ده بيكون سبكوتينيوس. تمام. والسيرفيس الثاني هيبقى ناحيه الايه؟ الفيبولا، فسميه ايه يا جماعه؟ فسميه لاترال سيرفيس. يبقى ده ميديال سيرفيس ودوت ايه؟ لاترال سيرفيس. طيب البوردر اللي بعد كده اهو اسمه انتر اوسيس بوردر. انتر اوسيس بوردر، انتر اوسيس يا جماعه يبقى مربوط بانتر اوسيس ممبرين. انتر اوسيس ممبرين دايما بيربطوا ايه؟ بالعظمه اللي جنبه. يبقى البوردر ده بيكون ناحيه مين؟ ناحيه الفيبولا. فهيبتدي بردك من الحته اللي بتمسك فيها الفيبولا فوق للحته اللي بتمسك فيها الفيبولا تحت، هيبتدي من عند الفيبولا الفاسد فوق وينزل داون وورد اهوت يا جماعه لغايه لما يقابل الفيبولا الفاسد اهو، من عند الفيبولا الفاسد فوق لغايه ينزل داون وورد اهو. تمام. لغايه الايه؟ لغايه الفيبولار نوتش اللي تحت دهيت، يبقى مسك من عند الفيبولا فوق اللي هو الفيبولار فاسيت لغايه الايه؟ الفيبولار نوتش تحت. ده سميته انتر اوسيس ايه؟ انتر اوسيس بوردر، او احيانا نقول عليه لاترال، ما هو لاترال ناحيه الايه؟ ناحيه الفيبولا. تمام. يبقى ده البوردر. التاني يبقى خدنا الانتيريور بوردر من قدام،
تمام، وما بينه وبينه حواليه اتنين سيرفيس، ميديال سيرفيس ولاترال سيرفيس. بعد كده في عند الانتر اوسياس بوردر اهوت من الفيبولار فاسيت للفيبولار نوتش تحت. وبعد كده يا جماعه في بوردر تاني اسمه ميديال بوردر، تمام. الميديال بوردر دوت بيكون يعني راوند شويه فمش محسوس، بس اقدر امشي مع الايه، مع من الميديال كوندايل فوق اهو، تمام. لو هنعمله تخطيطه من الميديال كوندايل فوق اهو لغايه الايه، الباك بتاعه الميديال مالبس، من الميديال كوندايل فوق لغايه الباك بتاعه الميديال مالبس، تمام. هو واضح اكتر ورا ورا الميديال مالبس، تمام، لكن بيكون راوندد على معظم الشافت، تمام. تمام، يبقى دي البوردرات بتاعتنا هي ادي الانتيريور بوردر من التيبيال تيوبروزيتي لغايه الانتيريور بوردر بتاعه الميديال مالبس، كل ده سميت تشين اوف ذا تيبيا. حواليه ميديال سيرفيس اهو ولاترال سيرفيس. الف كده الاقي انتر اوسياس بوردر من فيبرال فاسيت، ننزل داون وورد لفيبولار نوتش. وبعد كده الميديال بوردر اتفقنا بيبقى راوندد شويه من الميديال كوندايل فوق لغايه الايه، البوستير بوردر في ميديال ماليولس، تمام، بيكون راوندد معظم الكورس بتاعه. يبقى اتبقى عندي كام سيرفيس؟ احنا قلنا ده ميديال سيرفيس ودول ده اللاترال سيرفيس. السيرفيس اللي باقي ما بين الانتر اوسياس وما بين الميديال بوردر ده بسميه ايه يا جماعه؟ بسميه بوستيريور سيرفيس، وهو ده اللي يهمنا يا جماعه. تعالوا نبص بقى على البوستيريور سيرفيس اهو شكله عامل ازاي. ده كله كده بسميه البوستيريور سيرفيس، بيكون ما بين الميديال بوردر وما بين الانتر اوسياس بوردر ناحيه الفيبولا. طيب بيبقى بمواصفاته ايه بقى يا جماعه؟ بيبقى فيه خط اسمه سوليال لاين، خط اسمه سوليال لاين. سوليال لاين ده خط مايل كده يا جماعه، بيبتدي من عند الفيبولار فاسيت فوق وينزل داون وورد اند ميديالي وبليكلي كده لغايه لما يوصل لايه، للجنكشنز بتاعه الابر ثيرد مع الميدل ثيرد بتاعه الايه، الميديال بوردر ده. وبسميت الخط المايل ده اسمه ايه، سوليال لاين، تمام، سوليال لاين. من نص السوليال لاين هنرسم خط تاني نازل داون وورد، تمام، ويقسم البوستيريور سيرفيس اللي تحت السوليال لاين لجزء هسميه ميديال وجزء هسميه لاترال بورت، تمام. اسم الخط اللي نازل ده اسمه فيرتيكال لاين. يبقى انا عندي خط اسمه سوليال لاين ومن نصه هرسم خط تاني اسمه فيرتيكال لاين. السوليال لاين من الفيبرال فاسيت لغايه نص المسافه ما بين الميدل ثيرد والابر ثيرد بتاعه الميديال بوردر، والفيرتيكال لاين من نص السوليال لاين داون وورد كده، وبعد كده بيبقى فين انت مش باين قوي. فبيقسم البوستيريور سيرفيس هنا لجزء ميديال بورت ولاترال بورت. مهم جدا تعرف ان الجزء دوت الترينجل اللي فوق السوليال لاين بيطلع منه عضلات، الجزء دوت الميديال واللاترال بورت برضه بيطلع منه عضلات، فلازم ابقى عارفه التقسيمه بتاعه هذه الايه، الخطوط مع السيرفيس بتاعتنا دي، تقسيمه البوستيريور سيرفيس. طيب انا عايزه اتاكد من الايه، من الفيرتيكال لاين، ممكن بيبقى ساعات فينت مش واضح شويه، هلاقي في نيوترنت فورمنج كبيره هنا، اكبر نيوترنت فورمنج في الجسم كله هلاقيها موجوده يا جماعه، انديكيتنج الابر اند بتاعه الفيرتيكال لاين، هلاقيها موجوده جنبه هنا موجوده لاترالي، تمام. تعالوا نشوف بقى على العظمه هنا اهو، ادي اهوت السوليال لاين اتفقنا هنبتدي فين، هنبتدي من الفيبرال فاسيت للجنكشن بتاعه الثيرد دي، الابر ثيرد مع اللور ثيرد. ادي يا جماعه زي ما احنا شايفين كده الفيبرال فاسيت اهوت، الفيبرال فاسيت اهوت، تمام. همشي معاه ادي الخط اهوت نازل اسمه سوليال لاين، نازل بميل اهو، تمام، لغايه الجنكشنز اللي احنا قلنا عليه. يبقى ده كده هسميه السوليال لاين، السوليال لاين، تمام. تمام، طب الفيرتيكال لاين انا مش قادره احدده هنا، بس عندي قلنا الايه، النيوترنت فورم، ادي النيوترنت فورم اللي قلت لكم عليها دي اللي هي عامله حرف 7 ديت، معرفش واضحه كده ولا ايه اهي، تمام. هتلاقي الخط جنبها بالظبط، هتلاقي الخط جنبها بالظبط اهو، وهو ده الفيرتيكال لاين بتاعي، تمام، وانا رسم لكم عليه عشان ايه يبان، بس طبعا اللي هيقرب يمسكها في البون هتبقى واضحه اكتر. يبقى انا عندي ايه، ديت النيوترنت فورامين حددت لي الفيرتيكال لاين، وانا كمان لو مشيت حتى من ده السوليال لاين هاخد من نصه وانزل من نص السوليال لاين وانزل. اذا انا عندي دلوقتي ادي خط اسمه سوليال لاين اهو، تمام، ونزلت منه بفيرتيكال لاين. يبقى اصبح عندي الجزء اللي فوق دوت فوق السوليال لاين ده جزء من البوستيريور سيرفيس، وبعد كده السوليال لاين، وبعد كده الخط اللي قلنا عليه اللي هو الفيرتيكال لاين وجنبه النيوترنت فورامنا. يبقى دي التقسيمه اللي انا عايزاها عشان لما اقول لك بعد كده العضله الفلانيه بتطلع من البوستيريور سيرفيس بتاع التيبيا اباف ذا سوليال لاين يبقى تشاور لي هنا، تمام. العضله الفلانيه بتطلع من السوليال لاين، تمام، يبقى تبقى عارف السوليال لاين فين. العضله الفلانيه بتطلع من الميديال بورت بتاع البوستيريور سيرفيس اوف ذا تيبيا اللي موجود بيلوز سوليال لاين وميديال للفيرتيكال لاين او لاترال للفيرتيكال لاين، يبقى اقصد المكان ده او المكان ده، تمام، اللي هو ميديال ولاترال لمين، للفيرتيكال لاين. دي تقسيمه الايه، البوستيريور سيرفيس بتاعنا، تمام. طيب لو جينا ناخد بعد كده يا جماعه الايه، اللور اند بتاعه التيبيا، اللور اند اوف ذا تيبيا مطلوب منك تعرف منها حاجه واحده. بص
هنبص على شكلها كده، ادي اللور اند بتاع التيبيا، عندي حاجه بارزه اكتر من اللازم نازله عن العظمه، وده ورد بروجكشن اسمه ايه؟ اسمه الميديال ماليوس. الميديال ماليوس مطلوب منك تبقى عارف ان ده اسمه الميديال ماليوس، دوت اسمه الميديال ماليوس، تمام؟ ده ورد بروجكشن طالع من الميديال سايد بتاعه اللور اند هي، ده اسمه ميديال ماليوس يا جماعه، تمام؟ حاجه كمان الناحيه الثانيه لاترالي هلاقي قصادها فيبولار نوتش، هلاقي قصادها فيبولار نوتش، يعني لاترالي قصاد الميديال ماليروس في حاجه اسمها فيبولار نوتش. ايه الفيبولار نوتش دوت يا جماعه؟ ده المكان اللي هتمسك فيه الفيبولا، ده دوت كده المكان اللي هتمسك فيه عظمه الفيبولا، تمام؟ فيبولار نوتش. يبقى انا عندي ميديال ماليروس وعندي لاترالي في ايه؟ في فيبولار نوتش، فيبولار نوتش، تمام؟ تمام. ده بالنسبه عندي للايه اللي هو طبعا اللور سيرفيس بتاعنا دوت بيبقى فيه اماكن هتمسك فيه العظمه، عظمه في القدم اسمها التيلس، هناخدها كمان شويه في العظم بتاع الفوت. تبقى عارف ان الارتكوليشن بتاعه اللور سيرفيس بتاعه التيبيا بيركب على مين؟ في الانكل جوينت، على عظمه اسمها التيلس، تمام؟ يبقى دوت الميديال ماليروس ودوت الايه الفيبولار نوتش. خلاص كده يا دكاتره، يبقى مراجعه سريعه كده على التيبيا، اسماء بس الحاجات المطلوبه منك، تمام؟ ادي اول حاجه، ادي التو كوندايلز بتوع التيبيا، تمام؟ ده الاوفال فاسيت، ده سيركولار فاسيت، البرينت بتاع الميديال منسكس، البرينت بتاع اللاترال منسكس، انتر كوندايلر اريا، تمام؟ ميديال او لاترال توبركل، بوستيرور وانتيرور انتر كوندايلر ايه امينانس، الجروف فور سيمي ممبرانوزس، الفيبولار فاسيت من قدام في تيبيال توبروزيتي. طيب بعد كده الشافت بتاعنا، انتيرور بوردر، ميديال سيرفيس، لاترال سيرفيس، تمام؟ انتر اوسياس بوردر، وبعدين ناخد الايه السوليال لاين والفيرتيكال لاين والنيوترون فور من هنا واضحه، تمام؟ اللور اند بتاعتي اهي هيبقى فيها ميديال ماليلوس، وده اكتر حته بارزه ميديالي. وبعد كده لو جيت قلبت ناحيه لاترال شويه هلاقي مين؟ هلاقي الفيبولار نوتش، المكان اللي بتمسك فيه الايه الفيبولا، تمام؟ ده بالنسبه للتيبيا. طيب بالنسبه للفيبولا مطلوب منك ايه في الفيبولا؟ هي الفيبولا كعظمه مش هتنزل لك في الامتحان، المفروض ان احنا مطلوب منك بس تعرف حاجه في الابر اند وحاجه في اللور اند. في الابر اند المفروض ان هي عباره عن هيد، الهيد بتاعتها موجوده في الابر اند، تمام؟ وبيبقى الهيد دي بيبقى ليها ارتفاع فوقيها كده حاجه بسيطه اسمه ستايلويد بروسيس، ستايلويد بروسيس. الهيد على بعضها تبقى كوادرانجولار كده، تبقى حاجه يعني ما بين ان هي مدوره او مربعه، تمام؟ فاسمها ايه؟ كوادرانجولار هيد، كوادرانجولار هيد، تمام؟ وليها ستايلويد بروسيس بيبقى ظاهر فيها. فيها مكان فاسيت بتقعد تعمل ارتكوليشن فيه مع التيبيا، تمام؟ في الهيد دي فيها فاسيت عشان يعمل ارتكوليشن مع التيبيا هنا، ويبقى اسمه ايه؟ سوبيرو تيبيو فيبرور ايه جوينت، تمام؟ يبقى عندي هيد وعندي ستايلويد بروسيس، ودول موجودين في الابر اند اللي هي يعتبر كوادرانجولار، كوادرانجولار. لكن لو بصيت للور اند بتاعتها هلاقيها فلات يا جماعه، فلات فلات، يعني لها تو سيرفيسز، ليها تو سيرفيسز. لو بصيت على اللور اند اهي هلاقي فيها اول حاجه حته مثلث كده فلات، يعني بلاش يعني مالكوش دعوه بيه، هو اسمه ارتكولار تراينجل بس ده بيمسك في التيلس. انا مش عايزك تعرفه، انا عايزك بس تعرف ان فوق المثلث ده المكان الرف اريا دي هي دي اللي بتمسك في الفيبولار روتش من شويه في التيبيا، تمام؟ هي دي اللي بتعمل ارتكوليشن مع الفيبولار روتش، تمام؟ يبقى دي الرف اريا دي. بعد كده لو جيت مسكت ورا التراينجل ارتكولار اريا ديت هلاقي فيه حاجه اسمها ماليولار فصه، ماليولار فصه. ايه الماليولار فصه؟ حته غطسه كده موجوده بوستيريورلي ورا هذا التراينجل الفلات ده، تمام؟ وطبعا اللور اند دي اصلا على بعضها اسمها لاترال ماليولس، لاترال ماليولس. يبقى دوت اللاترال ماليولس بتاعه الفيبولا، تمام؟ لو بصيت على الميديال سايد بتاعه اللاترال ماليولس هلاقي فيه عندي مثلث قدام والاقي فيه عندي فصه ورا. المثلث اللي قدام اسمه تراينجولار ارتيكولار ايه فاسيت، ده بيمسك في التيلس، ووراه كده في حته غطسه اسمها ماليولار فصه. الاثنين دول فوقيهم على طول الرف اريا اللي بتمسك فين؟ بتمسك في التيبيا، تمام؟ يبقى دي اللور اند. اما الابر اند بيبقى فيه عباره عن هيد وعباره عن ستايلويد بروسيس وبتبقى كوادرانجولار، لكن دي بتبقى فلات. فانا بعرف الابر من اللور بان الهيد بتاعتي هنا بتبقى حاجه كوادرانجولار، لكن بالنسبه للور بتبقى حاجه فلات واسمها لاترال ماليولس، والميديال سيرفيس بتاعتها هي اللي فيها الايه الماليولار فوس، هي اللي فيها الماليولار فوس. ده بخصوص مين؟ بخصوص الفيبولا. طيب بخصوص البون بتاع الايه عظم القدم، عظم القدم مطلوب منك بس تعمل انيوميريشن لعظم القدم. الفوت البون بتاعها عباره عن ايه؟ بتبتدي اول حاجه اول عظمه هتقابلني التيبيا راكبه عليها اسمها التيلس، التيلس التيلس، تمام؟ دي اسمها التيلس، التيلس التيلس نفسها قاعده على الكالكينيس، عظمه الكعب اسمها الكالكينيس، كالكينيس. يبقى عندي تيلس تحتها الكالكينيس،
وهما الاثنين عاملين ارتكوليشن مع عظمتين قدام، واحده اسمها نافيكولر بالعرض كده نافيكولر، وواحده موجوده لاترالي اسمها كيوبويد. تمام، يبقى تيلس كالكينيوس نافيكولر كيوبويد. تمام، بعد كده قدام النافيكولر هلاقي ثلاث عظمات صغيرين كده كلهم بنفس الاسم، اسمهم كيوني فورما، بس واحده ميديال واحده في النص انترميديت وواحده لاترال، فسميتها ميديال كيونيفورم انترميديت كيونيفورم لاترال كيونيفورم. بيبقى في تجميعه كده للعظم ده، كان اساتذتنا زمان بيعلموها لنا عشان ايه نحفظهم مع بعض. بنقول التيلس اسمها تهاني، وكالكينيس اللي هي كالت، تهاني كالت. تمام، كيوبويد اللي هي كباب، تهاني كالت كباب. تمام، نافيكولار اللي هي نيفا، يا رب تكونوا كلتوها قبل كده، نيفا. تمام، وتلاتة كيونيفورم بقول عليهم تلات كتاكيت، يبقى تهاني كالت كباب ونيفا تلات كتاكيت، دي اللي هي التيلس والكالكينيس والكيوبويد والنافيكولار، والتلاتة كيونيفورم اللي هم الميديال والانترميديت والايه واللاترال عشان نحفظهم ايه بالترتيب بتاعتهم. تمام، بعد كده هنرص ده الترسل بون. طبعا بعد الترسل بون بيجي ميتا ترسل اللي هم بعد الترسل بون. هيبتدي باول حاجه الفيرست ميتا ترسل اللي هو بتاع الصبع الكبير، وبعد كده سكند، وبعدين ثيرد، وبعدين فورث، وبعدين فيفث. الفيفث هنا مقصود بيه بتاع الميتا ترسل بتاع الايه الصبع الصغير. تمام، الليتل توز. طيب نيجي بعد كده للفلانجيز، المرحله اللي بعد الميتا ترسل اللي هم الفلانجيز. الفلانجيز دول عباره عن كام واحد؟ عباره عن 2 بالنسبه للبيج 2 هيبقى بروكسيمال فلانجيز وديستال فلانجيز. تمام، لكن بالنسبه لبقيه الفينج توز هتلاقي في عندي 3 فلانجيز، يعني واحد بروكسيمال وبعدين ميدل في النص وبعدين الديستال. تمام، دول بيكونوا لي مع بعض اللي هو الايه 3 فلانجيز اهو، بروكسيمال ميدل ديستال، بروكسيمال ميدل ديستال، بروكسيمال ميدل ديستال، بروكسيمال ميدل ديستال. تمام، لكن دوت بروكسيمال وديستال فقط بالنسبه للبيتروس. يبقى ده العظم بتاع مين يا جماعه؟ البوز بتاع الفود، التيلس، الكالكينيس، قدامهم النافيكولار والكوبويد، وبعدين ارص الثلاثه ميديال انترميديت لاترال كيونيفورم، الميتا تارسل فيرست سكند ثيرد فورث فيفث من جوه لبره. تمام، بعد كده في عندي الفلانجيز بروكسيمال وديستال بالنسبه للبيك 2، وبعد كده الباقي كله بروكسيمال وميدل وايه وديستال. اتمنى تكونوا فهمتوا السيشن بتاع العملي، وانا تحت امركم في اي سؤال. شكرا جزيلا لحضرتك، التوفيق.